الوجبات الغذائية كيكون عنده طقوس خاصة وعنده نظام خاص، ولكن كذلك التدريب كتكون عندها نظام خاص. ولكن هذا يعني بطبيعة الحال يمكن أقول بأنه حتى التوقيت يمكن أحسن ما كان هو أنه يتعب في هذه الأوسية الليلية. وكنا كنتذكره في سنوات أكيد بأنه المتابعين الرياضيين ولا كذلك المعنيين بكرة القدم الوطنية، لا من المسيرين لا من التقنيين لا من اللاعبين لا كذلك إعلاميين، كنا كنتذكره في سنوات بأنه كنا كنلعبه في واضحة النهار. خطيرة جدا والهدف خطيرة جدا والهدف ضربة خطأ، واللاعب محمد وترى يباغت فريق اتحاد طنجة ويسجل الهدف من ضربة ثابتة. إذن فريق أولمبيك أسفي يباغت فريق اتحاد طنجة، كان هناك سوء تركيز على مستوى الدفاع ويسجل فريق أولمبيك أسفي من ضربة خطأ يسجل الهدف الأول. محمد وترى يمكن أقول لحد الآن هذا اللاعب ونجم فريق أولمبيك أسفي إلى حدود دقيقة 23. لماذا تمكن من الحد من خطورة فريق اتحاد طنجة خصوصا عند المحاولة التي كان مادي النغمي وترى يتموضع بشكل جيد؟ عطي الله يحيى كان تمريرة ممتازة وكان بدون حراسة، خطأ في التموضع الدفاعي يؤدي الثمن غالي من جانب فريق اتحاد طنجة، ومحمد وترى يسجل الهدف الأول لفريق وفرحة مستحقة للمدرب هشام الدمعي الذي يمكن أقول بأنه بين الأطر الشابة التي تشتغل بصمت كبير للركنية. إذا الركنية الآن لصالح فريق أولمبيك أسفي الذي يسير نحو تحقيق الفوز، لكن لم يحسموا هدف ثاني، هدف ثاني، والجودة لحمزة، الجودة لحمزة يسجل الهدف الثاني. وشاهدوا هشام الدمعي بطبيعة الحال تنفس الصعداء. إذن هدف ثاني فريق أولمبيك أسفي يسجل الهدف الثاني ويحسم في نتيجة الفوز. إذن مهدي النمري هدف قاتل بطبيعة الحال. إذن قلت بأنه الضربات الثابتة فريق اتحاد طنجة يثبت بأن هناك أخطاء دفاعية قاتلة، أقول قاتلة، سوء التموضع كان بدون حراسة. وهنا أعود للهدف الأول، أعود للهدف اللاعب وترى، والجودلي يسجل الهدف الثاني، وبالتالي وضعية صعبة يعيشها اتحاد طنجة خلال هذه المباراة.